لو الحكاية فيها إن فيديو وده المكان اللي احنا بنعرض فيه. ولما جينا نعرض فيه لقينا فيه زي ما انتم شايفين اهو في حاجات كده مكتوبة مخلية الدنيا قبيحة شكلها وحش، شعارات بقى قديمة. المهم النص اللي خلص يكون مكتوب عليه الكلام ده، فاحنا ما بنتكلمش كتير يعني بنعمل. ده اكبر دليل على الاستمناء. حضرتك عايزه توجهيها للجماعه الارهابيه اللي هم بيسيئوا الكتابات ضد الجيش؟ انا عايزه اقول لاي حد بيكتب سواء بيتسلى او بيعمل عن بلياردو ولا بيعبر عن رايه، عبر عن رايه بشكل محترم ومنظم. ما تقلش من قيمه رايك انك تكتبه على الحيط بعدين تبيضه بعدين تبيضه. اختار اي طريقه تعبر بيها بشكل محترم، مش انك تكتب على الحيط وما تكتبش على حاجه مطرحنا ولا بيتنا ولا شارعنا ولا رصيفنا. طب طريقه منظمه عبر بيها عن رايك بس ما تشوهوش الجمال اللي احنا عايزينه. ومبسوطه جدا وبشكر كل زمايلي وبشكر كل العاملين في المنطقه على انهم استجابوا، بشكر كل القنوات وكل الصحفيين اللي استجابوا.